السلام عليكم حبيباتي، صح فطوركم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كما العاده راح نقاسم معكم الطاوله نتاعي، وان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يعجبكم يعني وتستفادوا منه. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفه تاع لي كروكات تاع الروز، وراح نديروا بوراك بحشو متغير تماما. تشوفوا معايا هنايا الروز، بديت يعني كاس تاع الروز يكون كبير على حسب افراد العائله. الروز تاعي غليته في الماء، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه الثوم والرند، يعني نكهته كما العاده. كما طيبوا الروز تاعكم في الماء، طيبته مليح، والروز يكون ابيض، يعني ناكد عليها كما البازماتي باغ اكزومبل، يكون هكا معجن، اللي يتعجن هذا الروز باش الوصفه تاعنا تنجح لنا. الروز المفور الوصفه ما تنجحش، راهي نحلنا. طيبته مليح، طيبوه مليح مليح، درته في الصلادي وراه يبرد كما راكم تشوفوا هنا، خليه يبرد. وهنايا راح نديروا، هنايا الحريره راهي طيب، هنا راح نديروا البوراك بالحشو هذا. درنا ربع حبات تاع بصل، قطعناهم كما راكم تلاحظوا هكا، قلينا البصل شويه، درنا البوافون روج، تبغوا ديروا فيغ يعني تفله، درنا حبه كبيره قطعناها هكا دي بتي مورسو، قليناها مع البصل. ومن بعد درنا طماطم تاع الحبه، درنا زوج دي بتي مورسو قطع صغيره، وراهي تتقلى مع شويه ملح وشويه فلفل اسود. وهذا الحشو راح نديروا الزيتون تانيك مع الزيتون، يعني زيتون كحل ولا موف ولا، نقطعو نديرو هنايا. دوك تشوفو معايا الطريقة. وهنايا ندير البيض يغلي، هذا البيض راح نديرو زوج حبات في الروز تاعنا لي كروكات دو غي هذاك، والاخرين نديرو بيهم السلاطة. هذه يا حبيباتي فوالا، هنا فادي يتقطع في الزيتون هذا، نشرو عند بوشي، يعني أي زيتون عندكم، أخضر أسود موف، خلط عربية فرنسي معليش، بنفسجي، يعني الزيتون ليكم متوفر عندكم في الدار. تقطع هكا دي بتي مورسو، هنا صايب فادية بزاف، صايب بزاف، ما تنجمو ديرو يعني خليط تاع تاع الزيتون. فوالا تقطع دي بتي مورسو كيما تلاحظو، ومن بعد حتى طيب لنا الحشوة تاعنا، ندو فيها شوية معدنوس وكاع، حتى طيب لنا كاع طيب لنا، عاد باش نديرو الزيتون. باش ما يطلقناش الملوحيه تاعه، باش ما نطيبوش مع الحشو، يعني غير نقيسوه في الافان مع المعدنوس. ولا سي بون، هنايا الحشو تاعنا تاع البصل وكاع طاب، سي بون. هنا دارت الزيت اللي شتو معنا وشويه معدنوس، تخلط وتخلي يعني نحطوا الحشو تاعنا يبرد تماما باش نجمو نعمروا البوراك تاعنا. هذه هي. هنا حبيباتي نديرو لي كروكات تاعنا تاع الروز اللي قلت لكم عليهم. هنا الروز تاعي راه برد لي مليح، يعني صفوه صفوه وخلوه يبرد مليح. هنا درت شويه معدنوس، درت دو بواط، زوج دو بواط تاع الطون، اثنين علب تاع الطون على حسب الكميه تاع الروز. الا كان عندكم كميه قليله ديروا غير وحده، الا كان عندكم كميه كبيره شويه كما هنايا ديروا دو بواط. هنا عندي البيض اللي غليته، هنايا غادي نرابي البيض مع التتفصوص تاع الثوم، رابي البيض والثوم. راني رابيت البيض ورابيت الثوم. الوغ هنا نعاود نذكر الاخوات، انا ندير شويه فلفل اسود على راس مغرف صغيره، شويه تاع سكنجبير، الملح ما نديرش بس غليته بالملح الروز والثوم مالحه، شويه تاع السكنجبير كي نقول شويه يعني على راس المغرف. وهنايا غادي ندير الكوري اللي هو الكاري، ندير ثاني نصف ملعقه صغيره هاي منا، فوالا يعطي مذاق شباب للروز. وهنايا نبدا نخدم، نحاول نفتت الروز تاع الطون تاعي مليح، نفته كيما هكا، ندير ميات كيما هاك. وهنايا نبدا نخلط، فوالا هنا نبدا نخلط الروز تاعي كاع صوالح درناهم مع المعدنوس وكاع كما كنت تلاحظوا معانا هكا. ولا حبيباتي هنايا نبداو نديرو تاعنا، هاوي نخلطته مليح كما كنت تلاحظوا. ندي وحده ما تبقاش تكبروها باسكو نديروها في لافارين وكاع غادي تزيد تكبر. فوالا نديروها كيما هكا اصابع كيما هكا طوال كيما هكا. هاوينا هنايا نديرها في الفرينه، فوالا نديرها في الفرينه، فوالا في البيض كما قلت لاحظوا معايا في البيض، نعاود نديرها في لاشابلوغ، فوالا كيما هاك. هاي اللي عندنا
حطها في الطبسي هنايا. دوك غادي كاع دوك غادي كاع نكملهم عفوا غادي كاع نكملهم ونقلهم ان شاء الله في رحبه. فوالا حبيباتي هما لي كروكات تاعنا، نقلي فيهم نقلوهم نعطيهم الشكل الذهبي كما تلاحظوا، ندير شويه الزيت ولا ما تقدروا تقلهم في لافريتوز تاع لي فريت هذيك، فريمون يجوا هايلين تانيك. هادي يا حبيباتي غادي نقليهم نحمرهم ونشوفهم ان شاء الله في الطاوله نتاعنا. وهنايا فادي يدير في البوراك يعني الحشو اللي شفناه في رحبه، ها من وين الحشو تاعنا. هنايا الحشو يعني كي تطيبوه ديروه في لاباسوار يصفى، يعني شوفوا كاع هذاك الماء وهذاك الزيت كاع يهود، لك ما ديروهش بالماء تاعه من بعد يتقبل لكم الديوله. هنايا فوالا يتعمر في البوراك، يعني درتها على شكل سيجار كما تقدروا ديروا سامسا على شكل سامسا. ها وينا نزيد شويه نزيد فوالا كيما هكا، يعني تبلع وتدور تزير شويه فوالا هذا هو. تقليهم يعني عادي، تبغوا ديرهم في الفرن تجيبوا ديرهم في الفرن، تطلعهم من الفوق بشويه زيت والسنيت تاعكم تاع الفرن ديروا له شويه زيت ودخلوهم الفرن يعني كيما تبغوا. فوالا البوراك تاعنا غادي نديروه في الفرن. فادية قالت لي ماما نديروه في الفرن خير، بس كل يعني لا فخس مقليه ديجا في الزيت. هذه هي راح نديروه في الفرن كما راكم تلاحظوا معنا الفرن تاعنا شعلناه من قبل، دهنت السني دهنته مليح بالزيت، وانا بالبانسو راهي غير تمسح يعني غير تفوت هكا من الفوق على الحبه تاع البوراك. هذه هي نطيبوه يعني يطيب بالخف في الفرن وما يجي شباب يجي مقرمش وما يشربش الزيت. هذه يا حبيباتي فوالا حبيباتي هنا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه يعني سهله مهله وبنينه اقتصاديه، يعني تجي طبق رئيسي يعني خفيف ظريف. هنايا ديت بطاطا كما تلاحظوا معايا قطعتها قطع صغيره وطيبتها في الماء، وكما تقدروا تفوروها طيبتها في الماء الملح الماء والملح وشويه تاع الثوم وشويه فلفل اسود، تقدروا تقلوها ثاني كا ما بغيتش نقليها باسكو يعني كاين بزاف قليه في رمضان، قلت نديرها كيما هكا. راح نديروا خبزه يعني ولا فطيره في الفرن بالبطاطا محشيه. انا عندي ست حبات تاع بيض، درت معاهم معدنوس شويه ثوم زوج فصوص تاع الثوم كرازيتهم، ندير فيها شويه فلفل اسود وشويه تاع سكنجبير، ندير الملح نملح البيض وعلى شويه ملح ما كترش، البطاطا مالحه نخلط. راني خلطت هنا عندي الجبن المبشور نديره هنايا نحله مليح كيما هاك ورانا عارفه بلي البطاطا تمشى مليح مع الجبن فوالا كيما هاك نحله مليح فوالا. هنايا نجيب البطاطا تاعي بسم الله نفرغ البطاطا تاعي هنايا ونخلط مليح، راني خلطت مليح البطاطا تاعي. هنا عندي سني دائري درت له شويه زيت دهنته على مكان، ندير النص تاع البطاطا هنايا فوالا كيما هكا فوالا هكا بزاف. هنا عندي كفته قالت لي من البارح من البوراك تاع البارح اللي درنا البوراك، الوغ غنديرها هنايا كما تقدروا ديروا يعني غير الجبن وحده ولا الطون يعني اي شيء عندكم متوفر، ولا ما تحشوهاش يعني خلوها كيما هكا. انا قبل ما ندير الكفته غندير الجبن هنايا هذا الكاري نفرشه كاع حنايا فوالا. هنا درت الجبن تاعي، هنايا ندير الكفته اللي بقات لي البارح نفرشها هنايا. هنايا نعاود نغطي غير بشويه فوالا، نغطي كيما هاك نحاول نفرش كاع البطاطا على الكفته نغطيها. صاني فرشني غطيت كاع الحشو تاعي، الفرن تاعي راني محميته من قبل 180 200 درجه ما تديش وقت بزاف، يعني غير البيض ينشف هذا مكان واحد 15 20 دقيقه ندخلها، وكي طيب غادي ندير فوقها شويه جبن مبشور كما تقدروا تخلوها كيما هاك ونطيبها ونشوفوها ان شاء الله واجده. فوالا حبيباتي هي الطاوله تاعنا راهي وجدت، يعني الاطباق وجدوا كما تلاحظوا معنا الفطيره محشيه اللي درناها
يعني شو كي تجي فريمون تجي روعه كما كنت لاحظ معايا يعني، وبلا زيت كما شفتوا معانا في الفرن طيب. وهنايا عندنا هاد لي كروكيت تاع الرز اللي درناهم فريمون يجوا هايلين ويجوا بنين بزاف مع الطون هما وينا، والبوراك تاع الفرن درناه في الفرن بال كما شفتوا معانا الحشو شفتوه معانا. وهنايا السلطه يعني سلطه عاديه حشيش طماطم لا طومات شويه بصل خيار شويه موتزاريلا والطون والبيض مغلي كما كنت تلاحظوا معانا، وبيان سيغ المعقوده اللي ما تخطيش من الطابله. فوالا هادو هما الاطباق تاعنا حبيباتي، نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم والطاوله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ما بقى لي نقول لكم حبيباتي تهلاو في روحكم صحه فطوركم، نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات اخرى، ما تنسوش لايك والسلام.